مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام كما كتشوفوا حنا خرجنا بني بعير. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو، ان شاء الله راه كيصوبوا هنا الطريق، ما عرفتش شنو وقع لهم هنايا. كيديروا القوات السلام عليكم، كيديروا المشاهدين الكرام. دابا ان شاء الله غادي نمشيو السد عبد الكريم الخطابي كما كتشوفوا، راه هو غير هنايا قريب. خليكم معايا ان شاء الله، غادي شحال هادي اللي كنبغي ندوزو لكم. كما كتشوفوا راه ما عرفتش شنو كيصوبوا الطريق المشاهدين الكرام. ان شاء الله باذن الله غندوزكم السد اللي كاين هنايا حدا بني بوعياش، يعني السد واحد عبد الكريم الخطابي. خليكم معايا ان شاء الله، غادي ندوزكم السد ان شاء الله باذن الله. انا غير قريب ان شاء الله غادي ندوزكم شي مناظر زوينين بزاف، خليكم معايا. هذا هو السد المشاهدين الكرام كما كتشوفوا، غادي ندورو من لهي ان شاء الله، نطلعو يعني شويه نزيدو شويه لقدام وان شاء الله نصورو لكم ان شاء الله باذن الله. نصورو شحال فيه الماء وشحال فيه، خليكم معايا المشاهدين الكرام ان شاء الله غادي يعجبكم فيديو. احنا مشينا ان شاء الله غادي ندورو على اليسر من هنايا، ندخلو من هاد الدخلة هادي. المشاهدين الكرام كما كتشوفوا هذا هو السد، راه فيه الماء تبارك الله عامر بالماء، ولكن دابا كيظهر لينا والو من هنايا. خصنا ان شاء الله غادي نمشيو لقدام باش نصور لكم ان شاء الله داك الشيء اللي خصو يتشاف. كما كتشوفوا الشميشه ضاربه فينا، اول منظر زوين هنايا، ولكن ما يمكنناش حيت كاين الشجور هنايا ما كيبان لينا والو. دابا نشوفو شويه، نمشيو شويه لقدام ان شاء الله باذن الله. خليكم معايا احنايا غاديين لقدام المشاهدين الكرام.
السد اللي كاين حدا، يعني هذا يعني كيستعملوه حتى يعني الناس ديال الحسيمه، لان من هنا كيمشي الماء للحسيمه. السد راه كبير تبارك الله، ولكن خطر خطر كيكون ناقص فيه الماء. ولكن دابا كما كنشوف انايا فيه الماء، والله اعلم، انا ما كنعرفش في هذا الشيء هذا، ولكن كيبان لي راه تبارك الله راه فيه الماء بزاف عادي، والله اعلم. هذا الشيء اللي كيبان لي انايا، انا ما عندي خبره في هذا الشيء هذا، ولكن خليكم معايا. الشميشة ضربة فينا، يعني كضرب فينا مكنشوفوش مزيان، ولكن واحد المنظر المشاهدين الكرام، واحد المنظر زويل بزاف الصراحة، واحد المنظر رائع بزاف. غندوزو شوية هاد الغابة هادي تحت شوية، وإن شاء الله غادي نشوفو إن شاء الله شي مناظر زوينين بزاف. خليكم معايا. غير هنا شويه لقدام، لان البراج راه كبير كما كتشوفوا. السد راه تبارك الله عاد كما كتشوفوا، واحد المنظر زوين من هنا كما كتشوفوا تبارك الله. شوفوا على مناظر المشاهدين ديال الناس اللي ساكنين حدا البراج واش دايره تبارك الله، واحد المنظر عندهم رائع الصراحه، منظر ما شاء الله الصراحه. منظر زوينة مشاهدين الكرام، دابا هنا غادي يبان لينا أحسن كما كتشوفوا، منظر رائع رائع. خليكم معايا المشاهدين الكرام، كما كتشوفوا البراج تبارك الله راه كبير من هنا حيت اللي ما كيبانناش من الغابه، هنايا شويه مزيان كيبان لنا مزيان، ومازال ان شاء الله نشوفو لقدام الا بقات لينا شي وقت في فيديو نشوفو ان شاء الله. دابا انا اصلا ما كنشوفش، ما نقدر نشوف فيديو بزاف لان ضربه فيا الشمشه كما كتشوفو. منظر المشاهدين الكرام زوين بزاف، هذا هو الطريق اللي كيديلو اللي جينا منه، وان شاء الله غنمشيو لقدام على الطريق هذا. راه كاينين مناظر، المهم مور هاد الفيديو ان شاء الله غيكونوا مناظر هاد النواحي زويني بزاف، يعني بقاو تشاهدوهم ان شاء الله، غيكون واحد المنظر زوين بزاف، لان هاد المنطقه اول خطره كنجي ليها. يعني درت واحد الفيديو على البراج وتي شحال هادي وتي ما كملتش من هنا لتحت، ولكن ان شاء الله دابا قررت ان شاء الله غنكمل الفيديوهات من هنا لتحت. والمشاهدين الكرام بقاو معنا ان شاء الله، غادي يجيو ان شاء الله شي فيديوهات زوينين بزاف، شي فيديوهات ان شاء الله غادي يعجبكم بزاف، لان يعني غادي ندير شي فيديوهات اللي ما درتهمش في هذه المنطقه لتحت لتحت، ان شاء الله غادي يكون داك الشيء زوين بزاف. غادي نكملوا الى بقالنا شي ان شاء الله شي حاجه ما صورناش في هذا البراج، ان شاء الله غنكملوا عليه من هنا لتحت في الفيديو اخر ان شاء الله. شاهدوا معنا لا تذهبوا بعيدا، لان هذا المنظر راه خلع، بواحد المنظر ما شاء الله، منظر ما شاء الله ما شاء الله. المشاهدين الكرام غادي نقول لكم واحد المنظر رائع الصراحه، والله الا واحد المنظر رائع الصراحه. والناس اللي ساكنين تبارك الله جاوا في واحد البلاصه زوينه بزاف. وإن شاء الله كما كتشوفوا المنظر يعني زوين بزاف الصراحة، غادي يجي
ان شاء الله فيديو اخر ديال يعني شويه من هذا من كيسميتو من هذا من هذا السد ان شاء الله. شاهدوا معنا لان غادي ندير شويه منه يمكن نكمل بطبيعه اخرى. خليكم معايا وان شاء الله اللي عنده شي ارض كيبيع اولا دار اولا شقه اولا اي حاجه يتصل بينا. احنا دائما مع الاشاره يعني سردونا النمره يعني الهاتف باش ان شاء الله نتصلوا بكم ونصوبوا واحد الفيديو زوين بزاف ان شاء الله ونشروا على القناه. وحنا كندوي سبب الكمال على الله وان شاء الله غادي نساعدكم اللي بغى يبيع شي حاجه نساعدو ان شاء الله غادي يجيب الله اللي غيشري عليه باذن الله. ونتمنوا من الله الخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.